حضراتكم مره تانيه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، كلها ايام والمدارس هترجع تاني، ومن دلوقتي طبعا الزحام على المكتبات في كل مكان على اخره، ما بين طبعا اسر بتشتري ادوات مدرسيه، تجار التجزئه ايضا بيشتروا بضاعه اكتر، مدارس بتطلع قوائم الطلبات المختلفه، وفي وسط كل ده محتاجين نعرف لما نحب نشتري ادوات مدرسيه نروح فين، ويا ترى الاسعار اخبارها ايه السنه دي، وهل اقدر كمواطن افرق بين جوده المنتجات وغيرها ونشتري من دلوقتي للترم الثاني ولا نستنى. وهنتكلم كمان عن المعارض اللي ربما تكون دلوقتي موفره في اكتر من مكان للتخفيف على المواطنين شويه، او على الاقل تجميع كل المستلزمات في مكان واحد. كل ده هنعرفه من الاستاذ محمد حسن، وكيل شعبه الادوات المكتبيه ولعب الاطفال بالغرفه التجاريه. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الورد. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ويا صباح الورد، وانا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده. والله في الحقيقه طبعا نورتنا، وعايز اقول لك بقى اكيد كل الاسر دلوقتي مركزه بقى معاك طبعا، لان انت هتقوله ده في غايه الاهميه. احنا كنا عاملين لايف من الفجاله، والتجار قالوا لنا شويه انه في انخفاض يمكن شويه عن السنه اللي فاتت، او على الاقل ثبات في الاسعار. انت بقى عندك الرؤيه بشكل اوسع، هل ده حقيقي؟ لو حصل انخفاض نسبته قد ايه مثلا؟ والله الانخفاض بالنسبه للسوق اللي بره هيبقى انخفاض من 10 ل 15%. من 10 ل 15%، ده نتيجه طبعا نزول سعر الدولار واليوان. انما بالنسبه لمعرض اهلا مدارس، في حاجه تانية ممكن حضرتك ما تكونش خدت بالك منها، هي ان المعرض معمول ده طبعا السنة الثالثة على التوالي من غير قيمة إيجارية للشركات أو للمكتبات اللي نازلة في المعرض. من غير طبعاً قيمة إيجارية خالص، ده أول مرة خالص كده خالص، يعني ما بتحملش أنا كشركة أو كمؤسسة الإيجار مثلا بتاع خالص. خالص. فده طبعا بيدي إن الأسعار مش هيتحمل عليها القيمة الإيجارية بتاعت المكان. التعاون طبعا يعني توجيهات سيادة معالي الوزير التموين مع الباشمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، هو اللي ادى تعليماته ان الغرفة هي اللي هتتحمل القيمة الإيجارية بتاعت المعرض. فده طبعا بيدي للعارض ان هو ما يحملش القيمة دي. من ناحية تانية بقى، وزارة التموين بتتابع هل التخفيض ده حقيقي ولا لا، فبالتالي هتلاقي الاسعار بالفعل في المعرض نزل. طيب المعارض دي فين برضو عشان اللي بيسمعنا لسه ما جابش، ايه ابرز المعارض الموجودة طبعا دلوقتي؟ ابرز المعارض هو المعرض بتاع اهلا مدارس اللي معمول في ارض المعارض في قاعة الصندوق الاجتماعي اللي على صلاح سالم. ميزة المكان ده ان هو قريب للمترو، فتقدر الناس يعني تكون موجودة فيه. تمام. ويعني اللي معاه عربيته بيركن في البارك، اللي رايح واخد اسرته. وبعدين خلي بالك ان الموضوع النهارده ما بقاش مجرد انك بتشتري ادوات مكتبيه وخلاص، لا ده بقى حدث زي لبس العيد، زي رمضان، زي يعني بقت حاجه الاسره بتخرج فيها، اللي بيلم العيله الولاد بتبقى ليها بهجه وليها فرحه. يمكن عند الولاد اختيار الشنطه يمكن عند الولاد لا لا والله هقول لك على حاجه، هي برضو الموضوع رغم ان هو بيبقى مكلف، بس هو كده هيحصل. فيبقى عاملها بفرحه وانبساط وبهجه وبالفه، وبعدين بتزرع برضو يعني عند الولاد، بتزرع عندهم زي حاجه يعني ايه، حب ذكرى شوية حلوة. يعني ألفة نرجع المدرسة، تعالى كده نرجع انت على ايام ما كنت بتيجي تروح المدرسة، فرحتك باختيارك للشنطة وللجزمة السوداء والمش عارف ايه والمقلمة، ولو صغير شوية بالزمزمية. ما هو ده
يعني يعني احنا كلنا بن 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 بنلعب في الحته دي. لكن بس الموضوع معقد شويه على يعني. لا هو مش معقد ولا يعني حاجه. هو مش معقد يعني تطور اكتر ممكن نسميه تطور. يعني انما هو مش في معقد. احتياجات اكتر ولانش بوكس ولانش باج وحاجات بقى يعني يعني حتى في مثلا انا بسميه الجلاد العادي بتاع زمان ده. هو الجلاد يعني يقول لك دلوقتي مش عارف ايه تجيبوا ماتيريال ايه والنوت بوك. واحنا كانت الموضوع ابسط شويه. هو طبعا زي ما كل حاجه بتتطور ده كمان بيتطور، لان ده حاجه نقدر نقول عليها بقت من الاساسيات. يعني ما فيش حد هيخش المدرسه غير لازم يجيب السبلاي ليست بتاعه المدرسه. ده 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 اساسي في كل المستويات بقى. يعني الموضوع ما بقاش مقتصر على فئه وفئه تانية. لا، هو الموضوع بقت حاجه نقدر نقول عليها يعني اساسيه. فكل الناس بتجيب. طيب انت ممكن حضرتك تدينا بعض النصائح مثلا. هل اجيب جمله؟ هل اجيب للترم الاول والترم الثاني ولا اعمل ايه؟ بص، في بعض الناس بتعمل كده. بس انا مش مع كده. ليه؟ في حاجات كتير بتتجاب. ما هو انت لما بتنزل انت مش عارف انت محتاج ايه. في ناس بتنزل بتجيب اللي هي محتاجاه بالظبط وتزود سن. وفي ناس لا، بيجيب عشوائي. يعني يروح يقول له انا عايز دستة مش عارف ايه ودستة ايه ودستة ايه. طيب طبعا في ناس ممكن تكون بتجيب حاجه وبيطلب حاجه تاني. هيعمل ايه باللي موجود؟ يبقى هو دفع فلوس او جاب حاجات مش هيستخدمها. هيبقى في هدر طبعا. هل ده بيأثر كمان على سعر السوق؟ يعني لما يبقى ضغط 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 فممكن مثلا يؤدي لارتفاع الاسعار. الناس بقى بتجيب الترم ده وبيشيلوا. يعني هل ده ممكن يحصل ولا مش للدرجه دي؟ كده كده هتجيب في الترم التاني. وكده كده هيبقى الموضوع. وبعدين لما يعني في ناس بتجيب احتياجاتها بس. طب انا هدفع فلوس وهجيب حاجات ما طلبتش مني. هتتركي. يعني انا مع اللي بيجيب الحاجه اللي على قده. ليه؟ علشان كمان ما نجيش نقول اصل احنا دفعنا السنه دي في حاجات انت دفعتها هتيجي تحملها على للمناسبه دي هتلاقي نفسك بتدفع فلوس في حاجه ما بتستخدمهاش. بس طيب دلوقتي طبعا احنا بنشوف. يعني انا بالصدفه كده في معرض جنب البيت فدخلت كده قلت بص يعني خليتني نوستالجيا كده. كويس. لقيت كم اصناف وانواع واشكال وحاجه يعني. تمام. والمناسبه كان معرض معمول في الشارع اعتقد ده مدعوم من المحافظه. تمام. يعني خدوا الميدان وعملوا فيه. الموضوع السنه دي بقى مختلف. بقت اتجاهات مختلفه. هو طبعا معرض اهلا مدارس ده اتحاد وزاره التموين مع الغرفه التجاريه بالقاهره. يعني ده دي حاجه. في بقى معارض تانية. يعني المحافظة مثلا كانت عاملة 38 نقطة توزيع على مستوى المحافظة. في كل حي موجود في مكان يخص الحي. يبقى هو ده اللي انا شفته. انه جم عندي مثلا انا ساكن في حي المانيا ده الباشر هنا شادر كبير. تمام. والناس بتخش تجيب منه. وسألت بعض الناس قالوا لي الاسعار احسن شوية من المكتبات اللي حواليه. تمام. بص اقول لحضرتك بس خامات بقى كتير وانواع وهيصه الموضوع اصله بقى متشعب وواسع وكبير. وبعدين في بيت النهارده ما فيهوش حد رايح المدرسه. لا طبعا ما فيهوش حد في جامعه. فطبعا انت بتتكلم في نطاق واسع. يعني الموضوع مش مقتصر على 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 على, على حد هيعمل وحد لا. هتلاقي الموضوع عام لكل الناس. هي الفكره بقى هنا المكتبات طبعا هو شغال طول السنه. انما دي حاجه بتبقى وقت مؤقت. فطبعا الاسعار بتكون يعني اللي هيحط هامش ربح عالي مش هيشتغل. فبالتالي هو وقت قليل هنشتغل عليه. هنجيب الـ 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 البضائع بتاعتنا. ده فكر المكتبات التانيه. هو اكل عيشه ده. يعني هو ما عندوش حاجه بيشتغل فيها غير ده. وبعدين برضه ما بي بي يعني شغله الشاغل في الموسم. ف يعني الموضوع دلوقتي ما بقاش زي زمان كده. كنا المكتبه اللي جنب البيت وبتاع هي موجوده. لكن حدث زي المعرض اللي موجود
بيبقى بقى التنافس فيه كبير قوي جدا. طب انت ممكن تنصح مثلا الاسر خلينا نقول بمنتجات معينه، او يعني مش طبعا مش فكره الاعلان عن شركه معينه، لكن تمام. تفضيل شيء معين، او ان هم يبصوا مثلا لمواصفات معينه قبل ما يشتروا الحاجه دي ولا لا؟ بص، في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لحضرتك، ان النهارده الموضوع ده كان زمان لو نفتكر في جيلي انا كان بيبقى فيه نوعين مثلا قلم جاف بس. النهارده بقى الموضوع ضخم جدا، بقت المنافسه وتعداد السلع بقت حاجات يعني كتير قوي، فده خلى ان في حاجات كمان صناعات مصريه ابتدت تتعمل، يعني دخل عندنا ساعات مصريه اصل عمر حياتها المكتبيه دي. لا، سياده الوزير لو تجيب ميد ان شاينا او الحاجات المعقده ميد ان جيرماني الهندسيات وكده. لو حضرتك شفت سياده الوزير وهو بيفتح المعرض، عدى على اماكن كتير ولف تقريبا على نسبه كبيره من العارضين، لقينا ان في منتجات مصريه بالفعل. زي ايه مثلا منتجات مصريه؟ القلم الرصاص، القلم الجاف، ده غير طبعا الكشكول والكراس، في حاجات يعني انت منتجات مصريه، منتجات مصريه وسعرها ارخص من سعرها طبعا ارخص من المستورد، وعايز اقول لك بقت تنافس المستورد، تنافس المستورد كمان، بس هي محتاجه كويس. اقبال من الناس وتوعيه. المعرض بقى بيكون موجود فيه، المكتبه اللي جنب البيت اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شويه ما بيبقاش فيها الفرايتي دي كلها، بيبقى فيها حاجات معينة يعني إنما المعرض شركات كبيرة نازلة فيها، كل تقريبا الأسماء الكبيرة اللي تسمع عنها، فده طبعا بيدي إن للمستهلك إنه بيشوف على نطاق أوسع من المكتبة اللي جنب البيت، فالخيارات بالنسبة له بتكون مقارنة سعر ومقارنة جودة، وفي نفس الوقت لما بيلاقي المنتج المصري قريب لده، في ناس بتجرب، يعني في ناس يقول لك بدل ما اجيب الماركة الفلانية اللي هي بتاعت المكتبة الفلانية، لا ممكن اشوف دي ارخص، وفي النهاية هو قلم رصاص. يعني في ناس، بس في دلوقتي ظاهرة كده ان المدارس بتطلب ايه سبلاي ليست معينه ويقول لك بالانواع دي والقلم الفلاني ومش عارف الالوان الفلانيه. دي حقيقة. جت منين بقى الحكايه دي؟ ان بعض الناس بتجيب منتجات، ده بس ده كان زمان بصراحه. يعني زي ما في تطور في كل حاجه، الموضوع ده حصل فيه تطور. ليه؟ لان القائمين على الصناعه دي او على المجال ده بيبقى حابب ان هو يطور من نفسه، وفي نفس الوقت كل ما, 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 ما يعني خلينا نتكلم بصراحه، سعر كل ما سعر الدولار عالي كل ما الاستيراد هتلاقيه عالي، فبالتالي عشان يتغلب على الموضوع بيفكر في حل بديل. ايه هو الحل البديل؟ ان احنا نصنع هنا. كان الاول موضوع يعني الدولار الجمركي ده ما اثرش شويه؟ هو طبعا لسه ما ظهرش قوي، لكن يعني ربنا يستر هو يعني لسه، لان طبعا الموضوع متطبق من اول سبتمبر، واحنا لسه في يمكن في اول الشهر او عدينا يعني نلحق نشتري الترم الثاني. لا ان شاء الله، ان شاء الله مش هيحصل يعني زياده كبيره، لان برضو احنا دلوقتي بقينا سوبه مفتوح، مفيش حاجه مستخبيه. يعني طب حضرتك قول لي انت كراجل صناعه بقى كويس في الصناعه، يعني الاهلي والاسر يعني خلاص سمعتوا بعض النصائح، اعتقد لازم ناخدها في الاعتبار. تمام. واهم شيء انه في منتج مصري ممكن نلجا له، منتج مصري وجودته عاليه، جودته عاليه، وانا بنصح من وارخص هنا وارخص طبعا. ما هو ليه صنعه؟ اولا علشان يقلل في التكلفه، تاني حاجه يبقى منتج. فين بقى احنا خلاص احنا بنبتدي واحده واحده اهو نبتدي نخش في ما عشان كده بقى انا عايز اسال حضرتك ازاي تتحول لصناعه منظمه كقوه واضافه كقيمه كمان مضافه. اول حاجه للاقتصاد المصري انت من خلال رؤيه حضرتك بقى الاوسع والاشمل والغرفه التجاريه كمان بتبصوا للموضوع ده ازاي؟ بص حضرتك، اول حاجه لازم الناس تجرب. يعني انا اجرب الاول، انت حضرتك مثلا رايح النهارده واخد ولادك ورايح تشتري حاجة المدرسة، انت في دماغك ان القلم الرصاص اللي اسمه كذا هو ده يعني كويس، ده كان ممكن في السنين اللي فاتت موجود مفيش مشكلة. النهاردة اللي ابتدى يصنع بقى يحط في دماغه او بيحط قدامه علشان هيخش في روح المنافسة،
بيحط القلم ده. فلازم هيعمل حاجة توازي الموضوع علشان ماذا وإلا هيبقى كلف، هيبقى عمل خط إنتاج وما حصلش عليه إقبال فخسر. إنما لو هو من الأول دارس، وطبعا النهاردة مفيش حد بقى يعمل أي حاجة وخلاص، بقى كله عارف إن لو علشان ينزل في السوق ويحصل كشكيل عليها محمد صلاح عشان شجعها الناس تشتري. طيب ما هو ده ندل عن شيء، ده اللي ان الناس بقت بتبص ايه اللي محمد صلاح ما كانش موجود في السنين اللي فاتت. النهارده لما محمد صلاح بقى شخصيه معروفه وبقى عالم، بقى نجم عالمي، نجم عالمي، الموضوع بقى ابتدت الناس تاخد الصوره بتاعته وتحطها على الكشكول، تحطها على الزمزميه، تحطها على الشنطه، تحطها على كده. ده يقول لك بقى ايه؟ ما هو ده يقول لك ان الناس ابتدت فعلا بتشتغل بشكل نقدر نقول عليه متوافق مع الايام اللي احنا فيها. بس حضرتك شايف انه لدينا فرصه قويه، وان شاء الله مع الوقت الاسعار تفضل تنخفض طول ما المنتج المصري ان شاء الله. بص طبعا انا يعني بنصح الناس تجرب المنتج المصري، تجرب تشوف وتقارن. يعني انت النهارده علشان يعني اسهل حاجه، انت كده كده هتجيب بالظبط، مش هتخسر حاجه لو جربت. واهم شيء تمام. زي ما حضرتك قلت نجرب والتجربه مش هتضر، وزي ما حضرتك شفتوا انه الحقيقه كل الاطراف بتقول انه في انخفاض شويه ملحوظ عن السنين اللي فاتت، بيوصل احيانا للمعارض 30%، وفي الاسواق العامه سواء تبع المحافظه او حتى الفجاله وغيرها ل 10-15%. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد حسن، وكيل شعبه الادوات المكتبيه بالغرفه التجاريه، شكرا جزيلا نورتنا. وهنروح معاكم دلوقتي لفاصل، وبعد الفاصل زي ما قلنا في الاول جوله في المتحف المصري الكبير، خلينا نقول قبل اشهر ان شاء الله من افتتاحه، اللي هيكون صرح ثقافي عالمي صباح الورد داخل المتحف. هيوريكم كمان بعض القطع النادرة والجديدة اللي هيتم عرضها داخل المتحف، وهتشوفوا معمل ترميم. هي جولة ممتعة وجميلة لزميل العزيزة صبر نعيم هتاخدكم فيها دلوقتي، وأنا أشكركم شكرا جزيلا، وأشوفكم بكرة على ألف خير وصحة وسعادة.